هذا الأكل عن جد طعمه طيب كتير. الشوربة اللي طلبتها جاهزة ما هيك؟ كله جاهز يا أنسي. من ايمت عاصرين هذا البردقان؟ قلت لكم انطروا شوي ليجوا الصبايا بعدين عصروا، شيلوه من على الطاولة. يلا بسرعة رفقاتي رح يوصلوا بعد شوي. هلا كل الحلوين بيكون معهم مصاري ولا الأغنياء هنن هيك بيصيروا حلوين كلهم؟ مرحبا. أهلين. فتت عالجنة يا نجمي. أهلا وسهلا. كل وحدة فيهم أحلى من الثانية. بس هالأمورة هاي غير الكل. شو كل هاد حبيبتي؟ شاطرة تقلينا عزمتينا عفطور خفيف مو هيك؟ ثواني بناخد سيلفي بالأول بعدين بناكل. ثواني بس لألكم. خدوا بوزات يا صبايا. ماني مبينة. يا الله ما عم نبين كلنا. رح جرب من هون. خلي الجرسون يصورنا. محتاجين مساعدة حبيباتي؟ حبيباتي. ايه صورنا. تكرم عيني. يلا لشوف كالعادة لازم نقرب على بعض ونبتسم. قربوا أكتر لو سمحتوا. تمام تمام تمام. فرجوني أسنان اللولو. قولي على قلبي. ابتسموا يا حبيباتو. بس بقى خرسي شو صار. وهي أول صورة. وهيك خالصي. تفضلوا ارتاحوا. مو طبيعي كثير. الصور كثير حلوه. رح يطلعوا عسل وانت موجوده فيهم. بالمناسبه ركزي لي على الصوره الاخيره. اي ماشي حالو. ليكو المجنون شو عمل؟ انه ليش هيك يعني؟ هالبني آدم مو طبيعي عن جد كتير غريب. مبين عليه سهيان ومانو سهل. رح ناكل هلأ. لا تنقي من أول القعدة. لا توجعي لي راسي صبايا. أنا كتير جوعانة. لو سمحت تفضل. أعطيني. مين هي البنت اللي لابسة أبيض؟ ما بتعيد الكلمة مرتين وكل أوامرها بتتنفس. خير إن شاء الله. هي مين بتكون؟ الأنسة إيلاديا وهي حفيدة مالك الفندق. عم تمزح. حفيدة هارون ديمي؟ عن جد؟ يا لطيف على هالحكي. ناكل هلأ وبعدين منروح. وبعدين منروح على السوق. شو رأيكم؟ والله لازل شغلات. ايه موافقة. ماشي خلاص تمام. انتي رح تروحي معنا؟ اتفقنا. ما رح تقولي تعبتي؟